ولدت الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي في عام 1920، ولدت في منطقة المويجعي في مدينة العين. لقبت الشاعرة الإماراتية عوشة بفتاة العرب، هي من رواد الشعر النبطي الإماراتي، وعرفت سابقا بفتاة الخليج. اعتزلت الشعر في أواخر التسعينيات، وظلت تروي أشعارها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هي أخت السياسي أحمد خليفة السويدي. اسمها الحقيقي بالكامل هو عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي. كانت تطرح قصائدها باسم مستعار هو فتاة الخليج. وفي عام 1989 أرسل لها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ديوان، وكتب في أول صفحة له: أرسلت لك ديوان يا عالي شان، ديوان فيه من المثايل سددها، يحوي على الأمثال من كم المنزان، ومن كل در في عقوده نضدها، فتاة العرب وانتو لها خير عنوان، ومن غيركم بقصد معاني نشدها، فلازمها اللقب فتاة العرب حتى اعتزالها. تعلمت عوشة السويدي على يد أسرتها، حيث ترعرعت في بيت علم ودين، وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها. في سن 12 بدأت عائشة بكتابة الشعر، وقد نظمت في فترة 100 قصيدة خلال شهر تقريبا موزونة. مسيرتها الأدبية، كانت عوشة بنت خليفة تنظم وتطرح 3 قصائد في السنة تقريبا، لكنها ضاعفتها بعد حين لتصبح 6 قصائد. شاكها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عدة قصائد كتبت في شتى المجالات، ولها قصائد في الإسلاميات والنقد الاجتماعي والمدح والغزل، وجارت أكبر الشعراء مثل أحمد الكندي وعمير بن راشد آل عفيش الهاجري ومحمد بن راشد آل مكتوم. تغنى بكلماتها كثير من الفنانين أمثال جابر جاسم وعلي بن الروغة وميحد حمد وغيرهم الكثير. نشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات ودواوين مسموعة. جمعها الشاعر حمد بن خليفة بوشهاب في ديوان فتاة العرب سنة 1990، والذي صدرت طبعة ثانية منه عام 2000. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.